مفيش حد مننا ما بيخافش من الفراق، ولكن دايما بقول الموضوع بدرجات، زي كده لما نقول مفيش حد مننا بينسى الحبيب الأولي، وما الحب إلا للحبيب الأولي، نقل فؤادك كما شئت، فما الحب إلا للحبيب الأولي، وترد على بيت الشعر ده بداخل كل واحد فينا وهم كبير قوي اسمه الحبيب الأول. عشان كده ده مش موضوع نقاشنا، ولكن للتوضيح بس ان كل الصفات بدرجات، كله بيخاف من الفراق اكيد، ولكن بدرجات، في واحد بيترعب، في واحد يعني، في واحد يومين ويقلب، وهكذا. يلا بينا، مرحب باجمل ناس في الدنيا، ويا ريت الجد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، ما اشتركش يشترك، ونعرف بقى طباعنا وطباع حبايبنا، وعلم الفلك بيقول لنا ايه عنهم، معانا كل الابراج، والشاطر بقى يتوقع، اتوقع لي كده في التعليقات برجك وبرج حبيبك، والاذكى كالعاده على طول يقول لنا المركز الاول، لان انا بقرا كل تعليقاتكم كلها ما بفوتهاش. في المركز ال 12 السرطان، لا ما ينطبقش عليه اطلاقا موضوع حلقتنا، وبيخشى من الفراق، وبيخشى ان هو يتعلق بيك قوي وتسيبه، ومن اشد الابراج ندما صراحة عليك، حتى لو مش هيبين، وحتى لو هم هينزلوا دلوقتي يقولوا ما فيناش الصفة دي، لا يبقى ما تعرفوش نفسكم مقارنة بكل الأبراج، انتوا أكتر أبراج ما فيهاش الموضوع ده، عشان كده بتيجوا في الـ 12، وأعلى منكم في الـ 11 الحوت، نفس الكلام. أبراج ما بتحب أوي، بتشيل قلبها من مكان وتديها للطرف التاني، عشان كده ما بالك لو رحل شخص بيحمل بداخله قلبك، هتبقى انت عامل ازاي؟ خلاص السرطان في ال 12 الحوت، في المركز ال 11 المفاجأة، الطور في المركز العاشر، شئنا او اختلفنا او اتفقنا او اي حاجة، الطور من اكتر الابراج اللي لو حبت تحب باخلاص، وماليش دعوة بشواذ القعدة، وماليش دعوة بالطور المضروب، انا بتكلم عن الطور الحقيقي اللي بينطبق عليه السوي، زي ما احنا بنقول اللي بينطبق عليه مواصفات علم الفلك، يجي معانا في المركز العاشر. قبل ما ناخد بقى اخر برج في اللي هو قبل المنطقة الوسطى، الاربعة اللي هم قبل المنطقة الوسطى، اقول الحلقة دي انطلبت مني كتير قوي، فيا ريت لو شايفينها مهمة ندوس لايك نشير، ده طلبي الوحيد معلش، عشان ما حدش يجي بعد كده يزعل يقول عملتها او ما عملتهاش، وانا بكون عملتها فانا بزعل. العقرب في المركز التاسع، ما يبينش، ما يقولش، ما يعترفش، وفي التعليقات هتلاقيهم عاملين مظاهرة ويقولوا لا مش احنا، بس من جواهم لا ما ينسوش ابدا ولو بعد 30 سنة، والفراق صعب عليهم قوي، ويخافوا منه ويترعبوا منه من جواهم، من جواهم، بس شطارتهم وذكائهم ما تخليهمش يبينوا، مهما كان انت مش هتلاحظ حاجة، وصعب ان انت تلاحظ، يدوسوا بقى يعني على قلبهم، ولكن بيوجعهم قلبهم، وهم من الأبراج اللي برضو بعيدة عن موضوع الحلقة، الحلقة بتقول الأبراج اللي سهل عليها الفراق أو ما بيفرقش معاها الفراق، طبعا إذا قارناهم ببعض. دلوقتي بقى ندخل على المنطقة الوسطى، الأربعة اللي في منطقة وسطى، مين توقع الجدي أولهم في المركز التامن؟ الفلسفة هنا مع برج العقرب متشابهة إلى حد كبير، والجدي أيضا من الأبراج اللي لا يفرق معاه، بس تكابر، بس تعاند، بس تعمل مش باين عليها، وهنا اللعبة، وهنا اللي احنا عايزين نوضحه، الجدي جاي من الجدية والقوة والحزم والصلابة والتحمل. في المركز السابع برج أعلى مرتبة، وبدأنا بقى نخش في الجد من اول السابع، دي الابراج بدرجات اللي هينطبق عليها ان ما تخافش من الفراق قوي مقارنة بغيرها، او تحديدا اللي سبقوها، الحمل الناري، رجل او امرأة في المركز السابع، ابراج ما عندهاش هسس من حتة الفراق، من حتة انك تسيبني، من حتة انك تبعد عني، من حتة ان احنا نفترق، صدقني هزعل يومين، واللي زعلنا ايه، قولوا حملوية بقى انتوا في التعليقات، انتوا عارفين لو نزلت التعليقات وما لكمش كملتوا انتوا حرين. نوصل بقى للمركز السادس، برج اعلى مرتبة واشد في الموضوع ده، والفراق ما هوش صعب عليه مقارنة باللي سبقوه، الميزان، الهوى يا حبيبي الهوى، الابراج الهوائية بدأت تهل علينا، وروايح الصيف، روايح الصيف مع برج الميزان بدأت ان هي
نشعر بيها وبدأت إن هي تشجينا الميزان فترة شوية، ولكن ما بترعبش من حتة الفراق، خاصة الرجل مش هتعمل لي هسس، مش هتعمل لي رعب، لا أقدر إن أنا بعد فترة قصيرة تفاجئك وتذهلك، أتأقلم أتكيف أنسى إنجاز التعبير إن أنا كنت مرتبط. دلوقتي موعدنا مع رباعي خط النار، الأربع أبراج اللي بيتزاحموا على المراكز الأولى والمراتب الأولى. مين ذكي دخل معانا في التوقعات؟ أنا كنت هنسى المركز الخامس، لسه معانا برج في المركز الخامس في منطقة وسط العذراء. أيوة العذراء بالذات، الرجل اعمل لي هنا خصخص لي، أنا أحب الخصخصة، خصخص لي وهات لي الرجل شوية، الأنثى لو إحنا بنرتب النساء هتيجي تحت شوية صراحة. ولكن العذراء أيضا من الأب، لا ما عنديش هسس، لا ما عنديش رعب، لا ما عنديش جزع وخوف وهلع من الفراق، اللي عند الموضوع عندي طبيعي وطبيعي جدا، اوعى توهم نفسك بأكتر من كده. خش لي بقى على رباعي خط النار، النار اللي مولعين في بعض تزاحم على المراكز الأولى، الأسد وما أدراك ما الأسد في المركز الرابع. لا أنت واهم نفسك، مرعوب خايف ببكي بتقطع من جوايا، عامل نفسي مش باين، ولا هو الأسد جوه وبره. لا خلاص افترقنا، خلاص بقى مش هنولول، مش هنندب، مش هنندم، مش هنقعد بقى ان انا مربي نفسي هس هس ليسيبني او يبتعد، تنفع تنفع ما تنفعش، غرفة داهية الأسد كده. هنكمل مع حاجة حصلت في النص، ما كملناش في 60 نصيب، انا هعمل لك ايه يعني؟ ما هي دي طبيعة الحياة، احنا هنعمل ايه يعني؟ بإيدنا نعمل ايه؟ الأسد يقول كده، والبرنس زعيمة العصابة اللي هنتكلم عنها الفترة دي في سلسلة حلقات النساء تقول كده. في المركز الثالث في برج أشد وأعلى مرتبة من الأسد وأعلى مرتبة من كل الأبراج دي، ألا وهو الجوزاء الهوائي. الهوا كتر قوي، والأبراج الهوائية زهقتنا في موضوع النهاردة. الجوزاء كده، ما عنديش رعب، ما عنديش هسهس، ما عنديش خوف، رغم إن أنثى الجوزاء إذا حبت صراحة بتحب بشكل جنوني هستيري، ولكن الهوى بيضيع كل حاجة، الهوى بيبعصر الذكريات، والهوى عندها هي تحس من جواها كده إن الموضوع صعب أوي ومش هيتنسي وحبيبي وعمري، ولكن ساعة ما يقل بأصله تقول ده كان المفروض ياخد بالجزمة، ده أنا كتير عليه، ده أنا كنت بحب ده ابن اللذينة، وتقعد بقى الجوزائية ما شاء الله عليها. يعني المهم إن هي بتيجي معانا، أو برج الجوزاء بيجي معانا في المركز التالت، وهو برج مش نكدي وما يوقفش الحياة عشان حد وما يفكرش في حاجة واحدة وما تتم. خلي بالكم أبراج القمة ما بتتمحورش حياتها حول العاطفة، في أبراج تانية تحديدا اللي جت تحت ممكن لو حبت بجد يبقى كل الحياة بتلف وتتمحور حوالين العاطفة. أبراج القمة لا، عندنا شغل، عندنا دراسة، عندنا أصحاب، عندنا صداقة، عندنا سفر، عندنا خروجات، الدنيا مملوءة أوي أوي خلي بالك، وحاجات كتير بنركز معاها، وحاجة بتعوض حاجة وحاجة بتشيل حاجة. مين في المركز التاني أشد وأعلى مرتبة وأقوى من كل الأبراج دي؟ هو الدلو الهوائي، مش عايزة كلمتين، الدلو الهوائي من أكتر الأبراج اللي أنت تحس يعني ممكن المرتبط بيه. وأنت مش خايف نفترق؟ هو في حاجة اسمها فراق؟ عادي، ويبقى النصيب بقى. تلاقي الدلو يقول لك كده، وأبراج القمة تقول لك كده، يعني اسأل الدلو كده، يعني لو حصل وافترقنا أنا نصيب، أنا هعمل لك إيه؟ الدنيا الدنيا كده، قول لي انا هعمل لك ايه؟ انا هعمل لك ايه يعني؟ واحد صاحبي لسه يعني مرتبط بفتاة دلو وسايبين بعض، وبيقول لي بعد شهر ونص لقيتها اتخطبت، وقلت له خلاص قلت له انت لو سمعت الحلقة دي، يعني الحلقة دي لو احنا عملناها بدري شوية ما كنتش انت يعني خلاص. هو الدلو ما عندوش حتة الفزع والخوف من الفراق، ولا القوس في المركز الأول أعلى وأشد، وصراحة يزحم الدلو، يعتبر المركز الأول متقاسم إنجاز التعبير، وإن كنا منصفين وعادلين نحطهم هما الاثنين يتقاسموا ويتزاحموا على المركز الأول. القوس كده لا ما عنديش رعب، ما عنديش هسس،
ما عنديش خوف. إذا برج القوس رجل وامرأة يتصدر كل الأبراج بجدارة في حلقة النهاردة، وبيجي منفردا بالمركز الأول عشان يجي واحد من أكثر الأبراج اللي لا تخشى الفراق ولا تنزعج. مش لا تنزعج بقى، ما تخافش، ما تترعبش، ما ترعبش نفسها. اكتبوا لي بقى رأيكم في الحلقة دي، انا بكون سعيد جدا وانا بقرا كل تعليقاتكم. بنعمل لايف على الانستجرام، عندنا قناة تانية للفضفضة، وموعدنا على اللايف كل يوم جمعة ان شاء الله. الروابط دي كلها اللي عايز يشترك ويشرفنا في وصف الفيديو، ولو انت على الفيسبوك انزل في التعليقات. اي حد تاني بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد اعملوا له ابلاغ فورا، ده نصبه وتثقوا فيه. والى اللقاء.